السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم مع نفحات رمضانية للحلقة الثالثة من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركاتها وأجرها وعتقها يا رب العالمين، ومن قال أمين. عبر شبكة صوت راديو عرب الدنمارك الخاصة وللعام الخامس على التوالي نقوم بتسجيل حلقات نفحات رمضانية لإشعار المقتربين والمستمعون بعظمة شهر رمضان في ميلاد الاقتراب. كونوا معنا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يوجد لدينا أيها المستمعون والمستمعات عدد كبير من الإعلانات قبل حلول عيد الفطر السعيد الذي لم يتبقى عليه سوى أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، ولكن إن شاء الله سنؤخر هذه الإعلانات في وقت لاحق. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا وعن أهلنا يا رب العالمين وعن أهل بيتنا وذرياتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا وعن والدينا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا وعن إخواننا وذرياتنا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم إنك تحب العفو، عفو عن كل من له حق علينا، وعفو عن أصدقائنا وزملائنا وجيراننا الذين لم يؤذون أحدا في حياتهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا، وهذا لكل دعاء في ظهر الغيب ومن أوصاني بالدعاء. وأخيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو، فعفو عن موتانا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين لم يجدون أحدا يدعون لهم. إنك يا رب العالمين تحب العفو، فاعفو عن من ليس له حق وليس له أحد يدعو له فيما بعد مماته. قولوا آمين. أيها المستمعون والمستمعات، اخترنا لكم كلمة اللهم إنك تحب العفو، فاعفو عنا. ماذا تعني هذه الكلمة؟ ولمن يعني دائما يرددون بهذا الدعاء، وهي خاصة دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لزوجته عائشة حينما سألته ماذا أقول في ليلة القدر، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. تزاحمت في قلوب الناس حوائج الناس، اجعلوا كل دعائكم أن يعفو الله عنكم، فإن عفى عنكم أتتكم حوائجكم من دون مسألة. إذن هذه الكلمة، كلمة الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، وهي حوائج الإنسان الذي يكون يتمنى أن تقضى له، وهي تقضى في هذا الدعاء إذا صادفته ليلة القدر. اللهم أبلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزاحمت في قلبك حوائجك، اجعل كل دعائك أن يعفو الله عنك، فإن عفى عنك أتتك حوائجك من دوني مسألة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اغتنموها في الليالي الوترية من أواخر الشهر رمضان، وهي أواخر العشرة من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، واستشعروا ما يتضمنه معناها، حيث أن العفو هنا عفو في الأبدان وعفو في الأديان وعفو من الديان. فاعفو، فعفو الأبدان شفاؤك من كل داء، وعفو الأديان توفيقك في الخير والعبادة والطاعات وكل أعمال الآخرة، وعفو الديان الصفح والعفو والغفران من الله العفو الكريم المنان، يمحو الذنوب والتجاوز عنه وترك العقوبة عليه
وما معنى العفو في اللغة؟ الزيادة والكثرة. فعفو المال زيادته. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل عفو، أي ما زاد عن النفقة الأصلية. فعفه بأن يعطيك ما تسأل وفوق ما تسأل. فأكثروا من قولها، فهي والله تغني عن كل دعاء. ما هو الفرق بين المغفرة والعفو؟ المغفرة أن يسامحك الله على الذنب ولكن سيبقى مسجلا في صحيفة أعمالك، أما العفو فهو مسامحتك على الذنب مع محوه من الصفيحة وكأنه لم يكن. ووصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها في شهر رمضان وفي ليلة القدر، أكثروا منها واذكروا به من تحبون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صدقة جارية عني وعن والدي ولمن يقول آمين. اللهم يا رب العالمين، إني أسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، وعتقا من النار ينجينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم أبلغنا ليلة القدر. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال.